الشؤون الاجتماعية. أول في هذا في إطار ما هو أو ما هي وزارة الشؤون في معالجة مخلفات النظام السابق وخاصة بعلاقة بالفقر اليوم؟ سيما وأنه بالفعل سيد وزير في السابق كانوا يحكيوا على الفقر بدون ما تفسير للفقر أو مفهوم الفقر، يعني معايير ليحسب الفقر، الفقر في المطلق وكسبة الفقر مقلصة إلى أقصى حد أدنى حد بالأحرى. يعني كيفاش لقيتوا الحالة اليوم؟ الحالة تغيرت، هي الوضعية يعرفوها قبل، والمقياس اللي كانوا مستعملينه في معناها تحديد الفقر هي قدر المواطن في السنة، كان مقياس معناها 475 دينار سنويا من دولار يوميا في اليوم، فهذاك نسبة قليلة. ذيك الفقر المدقع معناها خلات النسبة خلفها وخلات التوظيف، التوظيف السياسي، وانك تقول تونس نسبة الفقر تقلصت فقدمت، وهذا لا مش صحيح. أنا وقع تعديل معناها من وزارة الشؤون الاجتماعية طائفة الفارطة على نسبة الفقر، لأنه المقياس موش هذاك، كي ضفنا معناها 100 دينار ولات 575 دينار ليوسف، ولقينا أنه اليوسف عدد كبير ياسر كبير ياسر، وهذا الواقع، هو هذا الواقع. معناها فما معناها واحد يعمل كيل دي ركوبمون يشوف الناس اللي مسجلين في السينسيس بيقدموش، عائلات المعوزة قديش تم من عائلة معوزة، معناها كيقولوا اليوم ما احنا 235 ألف عائلة معوزة، تعرفش معناها نسبة الفقر معناها اللي تستحق المنحة اللي نعطيو فيها فكرة على أنها مش من كبيرة هي في المطلق، عارف مش رفع مش معناها مقدار كبير، لكن تمكن من الخروج من 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 وضعية الفقر اللي هي رقمية، رو معناها ثم الرقمية رو مش تعطيك الفكرة الصحيحة على الواقع المعاش معناها، وكأنه اللي عنده 100 دخل في الشهر هو خارج دائرة الفقر، مش صحيح، لأنه ثم عوامل أخرى تكون معناها اللي كاري واللي عنده شكون يقرأ واللي عنده معاق واللي عنده مريض، هذاك كل تجعل معناها الوضعية متاع المواطن تزيد تنخفض وقت تنضاف له وضعيتها.